السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا من كل مكان بيسعدني دايما وجودكم معايا هنا على القناة، ونشكر كل الناس اللي بتدعمنا وكل الناس اللي بتقف معانا. النهارده نحب نقولكم كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. النهارده معانا يعني أساتذة في غيط النش وشلل. مش قوي كده يعني. لا والله الكلام مش لا 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 بجد. أنا قدنا برضه بس. معانا الأستاذ عزت، معروف طبعا الأستاذ عزت وزة، ومعانا الأستاذ محمد عوض برضك من الروايه المحترمه المعروفه. وانا بتشرف ان انا ما يعني ان انا بصور معاهم، لان هم يعتبروا احنا اولاد منطقه واحده، وانا بتشرف ان انا موجود في المنطقه اللي هم اتولدوا فيها او عاشوا فيها. انا بتشرف بالموضوع ده جدا، وبحب ان انا انقل دايما يعني التراث اللي موجود عندنا في غيط الحمام. وهم بقى اللي هيقولوا لنا النهارده غيتنا بقى، وهيتكلموا عن النش، وهنعرف دلوقتي كل تفاصيل كلها. وليت الحمد لله، سنه وانت طيب، وكل سنه والناس جميعا بخير وبسعاده، ورب كل سنه تيجي عليهم بسلام وبسعاده يا رب يا رب. نور عم عزت والله. سنه وانت طيب يا حبيب. عايزين نتكلم بقى عن الغوايه القديمه، وعايزين نتكلم عن الغوايه القديمه اللي عاصرتهم في غيط الحمام، اللي ممكن يكون الشباب الصغير دلوقتي ما تعرفش عنهم حاجه او سمعت اساميهم. لا زمان نش ودلوقتي نش، دلوقتي من كل هب ودب بيقول لك انا عايز انش، ولا اعرف النش ولا اعرف حد. واحد ممكن يبقى سابح حام طول النهار، يجي بالليل يقفل لك عليه ويجي يرمي تاني بالليل، يقول لك انا بنش. يا ابني المعش احنا المفروض ان احنا نرمي واحد بعد واحد، الحام يدخل ويطبق كله مع بعضه، ويسيب اللي اولته بتطير هو اللي يطير. انما دلوقتي يقول لك لا انا عايز ارمي قبليه، ولا حمامه بيطير، ولا عارف ايه اللي بيرجع في الحمام، ولا عارف اساسا الحمام ده هيمشي ولا مش هيمشي، ويعطلك يوم على يوم هتلاقي النش باظ. لما الناس اللي بتفهم تتفرج على الناس اللي عندها حمام كتير، وبعد كده عايزه تطلع تنش تنش. طيب زي ما واحد مفيش واحد يبقى حمامه مش جاهز يقول لك انا عايز اطلع نش، مفيش واحد يطلع يقول لك انا عايز اطير، مفيش حاجه اسمها كلمه اطير في النش دي. طيب نش 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 يعني ده ليه ميعاد معين، بنطلع نفتح واحد 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 لحد ما كلنا نطبق مع بعض، بنعمل مجات الحمام يقسم لبعض، كل واحد يقسم. انما دلوقتي الناس اللي مش فاهمه يقول لك ايه لا انا هرمي قبليك، طب انت ما عندكش حمام كتير. طب احنا عايزين نعرف اصول النش زمان كانت ماشيه ازاي؟ الاصول الناس كانت اللي كانت بتفهم بالنش، كان كل واحد عارف ان لا وانت بتترمي وبتدخل تاخد في حته بتتفرج عليه، والتاني يرمي بعديه، والتاني يرمي بعديه لحد ما الحمام يتوصل ببعض. كان في نظام. انما دلوقتي ما فيش كده. في ناس مش فاهمه، بيقول لك انا بطير وخلاص، مفيش حاجه اسمها بطير، يقول لي انا طالع نش، يا اما ما دايما ما تنشش. طيب ما تقرفش الناس وما تعكنش على الناس. طيب احنا عايزين برضك نتكلم لعم عوض ونتكلم، عايزك تذكر لنا اسماء الغوايه القديمه، الغوايه القديمه في منطقتنا. هقول لك على حاجه. لا في كل منطقه فيها غوايات كويسه كتير يا عم. اللهم صل على النبي. انت ابتديت الكلام بالناس الكبيره. تمام. تمام؟ احنا لما اتعلمنا النش وتعلمنا النش لما قعدنا مع الناس الكبيره ديت. الناس الكبيره دي هم الصراحه يعني بالنسبه لنا احنا اساطير في الغيه، وتعلمنا منهم الغيه كلها، يعني كل حاجه في الغيه اتعلمناها منهم. على سبيل المثال يعني هنتكلم على واحد زي عم مسلم العوادلي. تمام. الله يرحمه. الله يرحمه ويسامحه. راجل غيته غيته في الارض على جراش، في جراش في الارض، وراجل اقوى اوله كانت في المنطقه ديت يعني بشهاده ناس كتير، واوله وحمام بيترمي وحمام بيرميات، وهو ذات نفسه كان راجل ثورجي ثورجي فعلا. كان عم انور البعك عنده حمام كويس وعنده اوله بتترمي. عم حسن الصباحي كان في اول حسنيه برضك عنده حمام كويس وعنده اوله حلوه بتترمي. عم حسن حصان ربنا يديله الصحة برضك حمامتين، لو قلبت فرد حمام عنده 7-8 سنين كأنه عنده سنة سنتين، ما تديلوش 7-8 سنين من نظافة الحمامية وخدمته في الحمام وخدمة الحمامية. واخد بالك؟ هتمشي برضك تخش جوه شوية هتلاقي الأستاذ ميمي وزة الكبير. ميمي وزة الصغير دلوقتي متسمى على اسم عمه الكبير. عمه ده برضك أسطورة من الأساطير، أسطورة أولها بتترمي من أول الجمالية، بتخش تطبق جوه الحسنية في الضلمة، مش في عصراوي ولا صبح ولا كلام، لا ده في الضلمة
واولها تقيله، اولها تغاوي. ففي ناس كتير احنا قعدنا مع الناس ديت وتعلمنا منهم غايه النش، او الناس دي يعني احنا مننا كنا عايزين او حابين الغيه وحابين ان نبقى هواي زي الناس ديت، كنا بنقعد نستمع بس منهم وبننفذ وبنغلط وبنصحح خطأنا وبنسألهم. هم منهم كانوا محتضنين ان احنا اولادهم، فعلا احنا كنا زي اولادهم، معاهم اولاد من دورنا واصحابنا، اتعلمنا منهم ولله الحمد. شفنا النش اللي هم نشوه، نش جبروت، نش الحمام فعلا بيجي وانت ايدك مش شايفها من الكوح، ضلمه كح، ضلمه ضلمه بمعنى كلمه ضلمه. فالناس ديت هي اللي عملت النش، وهي اللي عملت اصول. الاصول اللي هي ايه في النش؟ ان انا اولتي جاهزه برميها. طبعا جاهزه ازاي؟ جاهزه دي ليها حاجات تانية، كلام كتير هنتكلم فيه، محتاجه وقت كبير، لان دلوقتي مش اي غاوي يعرف يجهز اولها تترمي ضلمه، مش اي غاوي. الناس دي منهم كانوا هواي، كنت تتفرج على اولها زي ما بقول لك مثلا الاستميم وزه دوت، زي عم حسن الصباحي، زي عم مسلم، زي ناس كتير قوي، لطفي مليكة. احنا اسفين لو نسينا برضك حد عشان يعني ممكن ايه ننسى. يعني معلش الناس دي كلها كانت بترمي اواويل، وبنقف نتفرج على منظر الاوله وهي طالعه من بيبانها. الاوله بتعمل ايه؟ وبتطلع اوله تركب العالي وبتدور على حمام، رايحه تدور على حمام تاخد، وممكن تاخد بره منطقتها. والاوله اللي بتاخد بره منطقتها بتعمل نش، وبتعمل نش عالمي، بتوصل المجالين ببعض، منطقه اللي واخده فيها بره مع المنطقه اللي هي اساسا منها، بتوصل المجالين ببعض. دي اوله ايه؟ اوله غاوي. دي اوله غاوي طلعت من ايده ازاي؟ عشان هو عمل الاوله دي من بدايتها صح، عشان هو فاهم. النهارده استحاله تلاقي اوله، اتحداك لو في غاوي فضل مثلا فتره النش الاوله على سيمتريه واحده بتطلع تركب العالي وتطلع تدور على الحمام، اسبوع 10 ايام بالكتير تلاقي الدنيا باظت معاه، والاول الحمام ابتدى ينزل يخبط والدنيا بايظه. ليه الدنيا بايظه؟ حتى لو هو كان غاوي وفاهم ونشيش، تمام؟ لان بقى 90% من اللي حوالين منه مش فاهمين حاجه، مش عارفين حاجه. طيب انا هقطع كلام حضرتك، وعايز بردك ايه نتكلم مع الاستاذ عزه، تكلمنا بردك عن ايه اللي فرق، ايه اللي فرق في غيط النش عن زمان وعن دلوقتي. زمان الناس كانت بتنشي للنش، دلوقتي الناس بتنشي للمسك. فانا يقول لك انا مسكته ده، يقول لك انا عملت ده. زمان كان يقول لك لا، كانت تتباهى لما واحد يقول لك الاحسن اولى بتطير، اولته ما شاء الله بتطير حلو. سيبك من المسك، المسك ده اي حد بيمسكه، اللي بيطلع ليه حرام حاطط دماغه بيطلع بيقول انا ماسك. لما النش ده انت تقول اولى، لما تكون اولى بتاع واحد راميها واولى حلو تقول الله ينور عليك. ده ما فيش دلوقتي كده، دلوقتي لو واحد بيرمي اولى حلو واحد يطلع يعرف. عشان كده النش باظ، ومش في مش عند مش في كل المناطق، في كل المناطق. طالما في اثنين ثلاثة مش فاهمين حاجة النش بيبوظ. طيب يعني ايه النش بيبوظ بقى؟ واحد طالع ماشي لسه هيبتدي يرمي، احنا مثلا راميين بقالنا اسبوع. تمام. وهو لسه هيبتدي يطلع يرمي. يقول لك لا انا هرمي ابريكو، يا ابني انت جهزت حمامك زينا، احنا خلاص بنطلع ناخد، المفروض احنا انا خدت وغيري خد وده خد وانت اخر واحد تطلع تاخد. يقول لك لا انا عايز اطير معاكم، مفيش حاجه اسمها بطير معاكم، في حاجه اسمها ده احنا بنش، بنش حاجه اسمها تماسك. ما كل في ناس كتير عامله غياب، بس مش كلهم بينشوا. ليه؟ عشان بيطلع فيهم واحد برضه ما بقاش ليه مزاج ينش، بيطلع يقرف، بيطلع يعمل، فبيعكن على بقيه المنطقه. عشان كده هتلاقي في المناطق كلها الايام دي مفيش نش. ومع ان احنا في عز النش، ناس تقول لك امشير، امشير ده المفروض احنا بنفتح فيه الساعة 5:30 وهي الدنيا غمقت عشان الحمام ما يخبطش منه. لما في واحد يروح قافل لك على الحمام يسيب الحمام بالنهار ويطلع تاني يرميها في النهار، يقول لك الحمام بيروح، الحمام بايظ، الحمام بيخبط. طب ما لازم يخبط ولازم يموت. من الاصول ان الفرد الحمام انت بتفتح له في ميعاده، ما يبص منك، انت سبته بقى بلعب ميعاده ولازم يموت.
بالذات في شهر زي شهر امشيه. تمام. طيب انا كنت عايز اتكلم معاك في حاجه برضك في قصه ترتيب الحمام، ترتيب الحمام في الغيه، هل غواي زمان كان لها ترتيب معين او ذوق معين في ترتيب الحمام في البيبان والغزال؟ ماشي دي معاك، بس في فرد حمام اما يحفظ بابه احسن. لا انا ما اقصدش كده، انا قصدي في يعني مثلا البولق مثلا بتترص في بيبان الصافي الاول. الصافي الاول الرصه كانت بتترص ازاي زمان؟ الصافي وبعدين لبلق. صافي وبعد كده لبلق. طبعا صافي من سلطان الحمام. هل الغواي زمان كان كل حمامه اللي طاير حمام كله غزار؟ ما فيهوش حمام شامي، لا ما فيهوش استراليات، لان هم دايما كانوا بيقولوا ايه، في كلمه يعني بتتقال يقول لك الحمام اللي انتوا بتفرغوه دلوقتي هو الحمام اللي كان بيطير، فعايزين نعرف الحوار ده فعلا حقيقي ولا ده كلام كان بيتقال برضه. احنا بنتكلم الامانه. ايوه كان في حمام زي ده طاير، بس مش زي الحمام بتاع الايام ده، بوش قصير قوي، البولق بوش قصير. البولق بتاع زمان اللي كانت بتطير، البولق بتاع زمان هي البولق بتاع دلوقتي؟ لا طبعا. طيب يبقى مش يبقى زي ده هيطير، انت فاهم؟ تمام. انما الابلع بتاع زمان مبعول للطيران، هو مبعول ان تحبس في باب وتقفل عليه. انت بتربيه عشان تطيره، انت مربيه عشان تحبسه ولا تطيره؟ تطيره. تمام. تفرخ عياله عشان تربي منه وتطيره ولا ايه؟ ايوه كمان. يعني انا بفرخ تحت بس بفرخ الحمام وبربي عياله، خلاص ربيت اللي انا ربيته. يجي واحد زيك عايز تنش حمام، بقول له لا انا عندي زغاليل من حمامي، تعالى خد زغاليل، خد ربيها. ما بحتكرهاش على حد. تمام. فده بيربي حمام ايه؟ ده بيربي حمام انت بقى وذوقك. ما الغاوي ده ذوقه. في غاوي يحب يربي الابله. في غاوي مثلا فاهم يحب الابله، يعني مثلا ممكن تلاقي عنده 60 70 ابله وثلاثه اربعه الوانات. عنبر اسمر مرقع وتقعد ملون بيهم الحمام. دول اللي بيلونوا بيهم الحمام. ده الوانات. انت عمرك ما هتلاقي مثلا ايه؟ ممكن تلاقي 100 ابله. بس مش هتلاقي 50 ولا عنبري ولا اسمر ولا مرقع ولا بتاع، مش هتلاقي 50. هتلاقي ايه الوانات يعني، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، دي الالوانات. انما الحمام الوزار طبعا هو احلى حمام اللي يطير فعلا، ده الحمام الوزار. استاذ عوض عايز اكلم حضرتك في حاجه برضه، قصه ال يعني العزوه، في كلمه كده بتتقال في الغيه يقول لك ده عامل عزوه فوقيه. انت مع كثره ال الحمام الاوله يعني مع كثره عددها ولا مع قلتها؟ وهل زمان كانوا بيسيبوا حمام بكثره؟ يعني دلوقتي ممكن تلاقي واحد سايب 300 واحده، يقول لك انا عامل عزوه رايح مش الناس. حتى في ناس تقول لك انت تاخد مع الراجل ده عامل عزوه عنده حمام كتير، وفي او واحد تلاقي الاوله بتاعته كلها عامله 45 واحده ولا حاجه. فهل زمان كانت الغواية برضك بتحب ان هي يبقى متوارع حمام كتير ولا كان عددهم معقول؟ لا هو بالنسبه لكم الحمام اللي كان بيبقى عند الغواية مش نسبه كبيره كاوله. لا مش كأولها، لا كل كل الحمام مش نسبة كبيرة، يعني ناس معدودة على الصوابع اللي يعني زمان ما يبقاش 3 4 مثلا ما يعديش 120 حمام لغاية اللي تلاقي اللي عندهم زمان كانش فيها نسبة حمام كبيرة بتاعت دلوقتي، كانت كلها 4 في 4 يوم ما اتمعظم أكتر بقى زي هي اللي قد البيبان اللي فيها، على قد البيبان اللي فيها الحمام. ما احنا كنا نسمع على أولها إنما دلوقتي لا هنا عايز أسألك زمان ما كانش واحد يقول لك أنا بربع على متشرة. دلوقتي ليه متشاره؟ هم عملوا ما كانش في متشاره دي، ما فيش متشاره زمان. ليه كانت الواد بتربي الزغيل على الغيال؟ غير دلوقتي المتشاره ليه؟ لان الغيال كلها قربوا لبعضيهم. فانا عايز يعني فاهم الحرام الغيال بقت ايه؟ قريبه يعني ممكن تلاقي اسطح مثلا اربع بيوت لازقين في بعض عليهم اربع غيال. فانا عايز ايه؟ اخلي الزغيل اللي يبقى فيه نباهه شويه، اقول لا انا ربيت دلوقتي على المتشاره وبعد كده ابقى اطلعه عشان ما يقعش ويحط عندي ده. دي بتحصل، فعشان كده اتعملت المتشره. اتعملت المتشره لحاجه ثانيه. انا مش عايز اربي في الغيه فوق زغاليل عشان ما تضربش المره دي تضرب لي في الحمام الكبير، فبضطر ان انا ايه؟ بربي الزغاليل تحت. لما المره دي يضرب فيها هيضرب فيها تحت، مش هيطلع مش هيضر الحمام اللي فوق. مش هيضر الحمام اللي فوق. طب ايه رايكم في موضوع الارتفاعات اللي بقت موجوده دلوقتي؟ بنشوف غايه ارتفاعات عاليه قوي، وده بقى في ارتفاعات وده ما كانش موجود زمان اعتقد يعني. ماشي في ارتفاعات، بس في ارتفاعات دي غصب عنك بترفعها، وفي ارتفاعات بتتعمل للحمام بقى الستيت وللغيص. ده علي انا علي، ده علي انا علي. طب انت مكانك حلو مش محتاج تعلي. انت تعرف ان الغيه الواطشه في التماسي احسن من الغيه العالي. ليه بقى؟ ايه؟ ليه؟ تحت طول ما انت بتنزل في الواطي الحمام بيعمل دوره اسرع. في العالي الحمام ما بيعملش دوره، الحمام بقى على وش العالي. تمام. وقله الحمام، انت بتقول بقى كتر الحمام ولا قله الحمام؟ في الضلمه المفروض كل ما الحمام يقل كل ما الحمام يعمل دوره اكتر، كل ما الحمام يكتر
الدورة تبقى عايمة. طبعا دي حلوة ليك انت علشان ايه؟ لا اصل هو من النوع اللي ايه؟ بسم الله ما شاء الله هو يعني عنده ريش بس. تمام. فهو مش من النوع اللي هو يحب يسيب الريش كله. لا انا من هو بس ممكن صفي ايه؟ اقول لك حاجة 100 120 حمامة 120 ليه؟ حمامة وشكرا ليه؟ على كده. ليه؟ هقول لك لا ليه؟ ليه؟ هقول لك انا من النوع اللي هو ليه؟ الأول كنت برمي بتوع الصبح للصبح بتوع الظهر للظهر بتوع الضلمة بتوع الضلمة عشان كده ما كنتش بحب هيصة فوق دماغي بس انا عندي شويه بتربوا الصبح من النوع اللي هو ما بيحبش وعندي شويه بتربوا الظهر ليه؟ ان انا عاجي السنه الجايه بتوع الظهر يا ايه هرمي منهم حمام ضلمه وبتوع الصبح اطلعها مع اسراوي وافضل على كده بتبقى الدنيا ضيقه كده لحد ما الحمام الكبير ما بيكبر فوق انا بنزل منه طبيعي حمام بيخرج حمام نفسه ضيق الحمد لله خلاص انا بطلع من انه من انا كنت برميهم مع اسراوي وجريتهم انما دلوقتي عمم زي ما انت بتقول كده وريش على ما فيش ليه بقى ما بيجردوش طالما انت طالع تجرد تلاقي واحد جنبك طالع يقرفك مش عايزك تطير تجرد الحمام ما في ناس كده ان النفوس بتاعتها بتبقى مش شايله يعني في اتنين تلاقيه مثلا يقول لك لا يابا طالما ده بطير انا هقرف طب وانت تقرف 10 ليه ما انت مش هتقرفه لوحده انت هتقرف 10 معاه ولا ايه طيب انا اسالك سؤال يعني ايه يعني في فني شويه فن من ناحيه ايه؟ من ناحيه الذوق. زمان كنا بنلاقي ذوق الغواي حتى في لون الدار بتاعه تحس لونه حلو كده كانوا بيعملوا الوان لا لا ودلوقتي حلو بس يعني دلوقتي بقينا نشوف الوان عجيبه قوي في غيط الحمام الوان الدواير تلاقي الوان كده ونجوم وحاجات يعني كنت بحس ان الغواي القديمه كانت مايله للبساطه يعني شويه يعني مايله للبساطه حتى هو كان تقدر تقول لون موحد كمان يعني الاخضر في اصفر يعني لا لا وكان في البني والبني لا يعني والبني بس الاخضر في اصفر كانت والبني اكتر والبني في البيت والبني وبيش اللبني والرمادي والفستق والكلام اللي بتسمع عنه ده الوان بقى دي حاجات طالعه الوان فيسكوس بقى كل واحد عايز يخلي جيته فيها حاجه تلفت النظر طيب اذا واحد بيحط لك 100 لمضه او كشافات يا عم انت هتحط كشاف زي ب 100 لمضه انت لازم تعمل لي فرح وفي ناس بتعمل لدات في الغيه دلوقتي ماشي ماشي وانت ماشي في الشارع تقول دي ما شاء الله وتلاقي الحمام اللي فيها اللدات والكهرباء واللمض والحاجات دي اغلى منها والله بكلمك طب اقول لك حاجه لا وايه طب انا اكلمك بقى انت بتحس كده سفينه واقفه يعني حرب الاسود في ناس مش فاهمه في الحمام مش فاهمه يعني ايه نش مش فاهمه يعني ايه تربي مش فاهمه وعندها غيات وعندها غيات مناظر هيئه تتفرج بقى على الحمام اللي فيها يعني انا بعد اذنك يعني اقول لك كلمه في واحد يكلف غيته 100,000 و120,000 عارف الحمام اللي فيها لو حبيت تبيعه كله شامل كامل ما يجيبش 10,000 جنيه. هو يعني طب انا يا عم انا عايز اسالك سؤال انا مش باكل حمام طبعا ما انا اربيهم شكلهم حلو وبتجنن بقى من اللي عنده مثلا 200 حمامه شكلهم وحش دول بياكلوا في قلبك وبياكلوا اكتر من الحمام الوزراء كريتاتهم عاليه عليك يا ابني الحمامه الوزراء اكلها مش زي الحمامه الموش دي الموش دي بتاكل اكتر عايزه تاكل على طول نعم الحمامه مثلا بتاكل 40 جرام تحط لها كبشه كده بتعمل 40 جرام حمامه الوزراء تاكل 25 الفردي بموش ده هياكلهم كلهم لو حطيت له ثاني ياكل هياكل ال 40 جرام بس وفر ايوه انت راجل بتوفر وعايز حمامتين يبقى شكلهم حلو انت ممكن تربي مثلا 50 حمامه بمقام 250 حمامه انت مربيهم يعني لو بعت ال 250 حمامه دول لو بعت من اللي فوق دول 10 يجيبوا حق ال 100 وكام؟ ال 150 حمامه يا عم ربيها شكلها حلو وما انت مربيها شكلها وحش ومش عايز تنش يعني كمان وخايف عليها تضيع طيب احنا دي البلوه السوداء يعني احنا برضك عايزين يعني ايه في الايام المفترضه انا بكلمك عن الايام اللي بتوع الايام دي بتوع زمان دول حاجه مش هتتكرر دول ناس مش هتتكرر اللي هو اكلمك عليهم عوض دول ناس دي خلاص ايه خلصت وبعدين اتعلموها ايه يعني بيقول لك عم ميمي وز ده عم ميمي وز واخدها عن ابوه عم سلم العدل واخدها عن ابوه تقصد التواصل عم انور البيه واخدها عن عمه يعني انا واخدها عن خالي فكل اللي بياخد يطلع كده دلوقتي بقى كل واحد بقى دلوقتي انا عايز اعمل يعني الناس بتغير في غيط الحمام في حاجه اسمها غير ده علي انا علي ده جاب حمامه انا اجيب طب انت بتربي تجردهم بترميهم لا انا سيبهم كده بتفرج عليهم رخامه عايز اطير ايه يا ابني عايز تطير ليه؟ ده النش ده ليه معاد معين الناس بتطلع
عشان تبقى فاهم. عارف اليوم اللي بيبقى الجو وحش فيه احنا النشيش بتاعتنا، عارف اللي بيبوظ النش وفرحان بيبقى فرحان، اللي طالع يقرف ده بيبقى فرحان، واحنا النشيشه بنبقى زعلانين ان الجو كده وحش. ما خدتش كده، ما اتبسطتش يا عم. يوم ضاع وانت بتنشف السنه كام يوم؟ انت عارف دلوقتي كنت زمان بينشف السنه كام؟ كام؟ 3 اشهر. تعرف الايام دي كام؟ 3 اسابيع. وكل مدى هتقل بتسوق، كل مدى هتقل. ليه بقى؟ عشان الناس مش فاهمه، عشان الناس مش مفهمه العيال اللي الشباب اللي طالعه صغار دي، الناس مش مفهمه. طب عارف لو مفهمه هيطلعوا زينا كده. طب احنا عايزين كل الشباب الصغار اللي بتتفرج علينا دلوقتي تستفاد في الايام المفترجه اللي احنا فيها دي، عايزين ننصحهم، عايزين نديهم شويه نصايح كده يطلعوا من الفيديو ده مستفيدين بيه بمعلومات تفيدهم، لان تعتبر الفيديوهات دي بتبقى حاجه متوارثه، حاجه موجوده في التاريخ. اللي هيطلع يتفرج على الفيديو ده يبقى خرج منه بمعلومه واستفاد منها. عايزين نتكلم على ازاي تقدر انت تخدم الحيوان بتاعنا. في ناس ما تعرفش عليه خدمه، ما تعرفش عليه الفرد اللي محطوط في ده بياكل ايه. لا الايام دي بقى جت حاجه غريبه.